السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي رياضيات للصف الثاني متوسط، عندي تدرب وحل مسائل حياتية صفحة 17، أخذ الصفحة 16 يعني محاضرة واحدة، أخذ التأكد من فهمك وأخذ التدرب وحل التمرينات، وإن شاء الله اليوم حناخذ صفحة 17 تدرب وحل مسائل حياتية، هم الورقة كلها. يلا يا روحي. يقول لك يعد الفهد الصياد الذي يعيش في قارتي آسيا وأفريقيا من الحيوانات الثدية المعرضة للانقراض والتي تنتمي إلى عائلة السنوريات أو القططيات، وهو أسرع الحيوانات الأرضية على الإطلاق. تصل سرعته القصوى إلى 2 × 10³ مليمتر. اكتب عدد الأمتار التي يقطعها الفهد خلال، طبعا متر هاي من يعني متر من مو مليمتر. يلا عيني هسه، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نقول سرعة هي شنية هاي 33. نقول سرعة الفهد بالدقيقة مطيني ياش قد 2 × 10³. زين أقول 2³، هو مطيني ها عدد الأمتار اللي يقطعها الفهد 2³ في 2 × 10³ ويساوي، أقول 2³ في 2 × 10³ اللي هي سالب، أصعدها تصير موجب. 2 أقول عند الضرب تجمع الأسس، أقول 3 + 1 × 10³. 2 + 4، 3 + 1 4 × 10³. إيش قد 2 + 4؟ 16، يعني 4 مرات 2، 2 × 2 × 2 × 2 × 10³ ويساوينا 16 × 10. لحظة، 16 × 10³ 1000 ويساوي 16 و3 أصفار ينزلن متر. هذا الحل سهل وبسيط وما بيشي. ضربت 10³ ألف وقلت 16 × 10 نزلت 16 و3 أصفار ينزلن متر. خلاص هذا الحل. سؤال يلا يا ماما. 34 يقول لك أنتج العراق 3 × 10²² للمرفوعة للأس 3 برميلا من النفط الخام خلال 9 أشهر في أحد السنوات. اكتب إنتاج العراق من النفط بالصورة الرقمية. سهلة ما بيشي، يريد بالصورة الرقمية. هي مطين 3 × 10²² مرفوعة للأس 3، شو يريد؟ يقول لك اكتب العدد بالصورة الرقمية. زين شنو الرقمية؟ أقول 3 × 10²² في 3 × 10²² في 3 × 10²، يعني فكيت القوس 3 مرات. أفتح قوس أقول 3 × 3 × 3 × 10²² في 10²² في 10²، يساوي لنا 3 × 3 = 9 × 3 = 27 على 10. عند الضرب تجمع الأسس، أقول -2 و -2 و -2 ويساوي لنا، أقول 27 على 10 - 6. خلص الحل. ها يا ماما، يعني شو أسوي لها؟ يساوي لنا بس خطوة واحدة 27، لأن الرقمية يريدها 10³. هاي في ماما 27 × 10³. زين ويساوي 107. 1 2 3 4 5 6. 1 2 يعني 6 أرقام. 1 2 3 4 6 أصفار 5 5 6. هاي هي هاي الصورة الرقمية. هو يريد الصورة الرقمية. تمام. هسه 35
يلا يا ماما. الخمسة وثلاثين يقول لك مكعب روبيك هو لغز يتمثل بمكعب ثلاثي الأبعاد، وتشمل أوجه مكعب يتكون من 6 أوجه، وكل وجه يحمل 3 أرباع ملصقات باللون نفسه. وتشمل أوجه مكعب روبيك على الألوان الرئيسية هي الأحمر والأبيض والأخضر والأزرق والبرتقالي والأصفر. مخترع مكعب روبيك هو اتحاد المجري أرنو روبيك. اكتب عدد الملصقات في 6 مكعبات على صورة إعداد ذي قوة واحدة. شوفوا ماما، هو قايل 6 في 6، هاي عدد الملصقات، نقول 6 في 6 في ايش قد؟ 3 أرباع عدد الملصقات اللي 6 مكعبات. ضربت 6 في 6 في 3 أرباع يساوي لنا 6 2 في 3 في، والستة 2 في 3 في 3 أرباع. شنو؟ حللت 6 مرتين، حللت 6 مرتين. هسه الاثنينات بواحد والثلاثات بواحد، يعني هاي الاثنين بواحد وهاي الثلاثة بواحد. أقول 2 1 + 1 في 3، 1 + 1 + 2 ويساوينا، يعني الثلاثة هنا 1 + 1 + 2، 2 أس 2 في 3 أس 4. خلص هذني عدد الملصقات. زين نجي على فكر، يقول 36 فكر، خلنا نكتب السؤال. 10 ـ 10^5 في 10 ـ 4 في 10 ـ 2 على 10 ـ 7 في 10 الأس مالته 6 × 6 مرفوعة للأس 2. يلا يا روحي خلينا حله. هسه أجي الخط أقول 10 ـ 5 هاي ماما في 10 ـ 4 في 10 ـ 2. هسه 10 ـ 7 في هذا نتخلص من القوس، يعني رفع القوة. أقول 10 بعد 10 بالتربيع يهمل، إذا نصير 10 ـ 6 في 2 = 12. أول خطوة كل شيء ما سويت، نزلت بس سويت القوى، السالب بالتربيع يروح، كتبت 10 ـ 12. نجي هنا 10 عند الضرب تجمع الأسس 5 ـ 4 ـ 2 على 10 ـ 7 ـ 12 يساوي لنا، هاي قلبي شو يساوي لنا؟ 5 ـ 4 1 ـ 2 يطلع لنا -1، إذا 10 ـ 1 على 10 ـ 19 هاي قلبي ويساوي لنا. أقول 10 ـ 1 - 19 ويساوي لنا 10 ـ 1 + 19 يطلع لنا -18. هذا الحل، هذا الناتج قصدي. يلا عيني هسه يا هو بعد أبو 1 إلى 6 جذر 64 في 2 ـ 4 في 4 للأس 7. 1 على 64 = 8 جذر التربيعي في 2 ـ 4 في 4 هذا -4 نحلله لا هو لحظة هنا 1 على 8 في 2 ـ 4 في 4 أقول -2 الأس مالتها 7. هاي قلب سوينا، حللت -4 قلت مين جاي من 2. أقول 1 على 8 التكعيب مالتها 2 أس 3 في 2 أس -4 في -2
اثنين في سبعة 14. اوكي هسا نحول الاثنين، نقول اثنين اس سالب ثلاثة حتى شنو؟ حتى نساويهن. لحظة نقول سالب اثنين اس سالب اربعة في اثنين اس 14 على اثنين اس ثلاثة يساوي لنا هنا اثنين سالب اثنين اس عشرة على اثنين اس ثلاثة، هاي قلبي، ويساوي لنا سالب اثنين عشرة ناقص ثلاثة ويساوي لنا سالب اثنين اس سبعة. خلص الحل. زين هسه خلصنا الحل. هسه نجي على يا رقم 37 صحح الخطأ. بسط جميل المقدار التالي وكتب الناتج 1 إلى 9 والسالب 7 في 1 إلى 3 الأس 5 في 1 إلى 27 للأس مالتها سالب 1 يقول يساوي 3 والسالب 14. خلينا نشوف الناتج صح لو خطأ. شلون حالها؟ جميل، بسطة جميل. يلا عيني هسه واحد نحلل التسعة، ثلاثة أس اثنين مرفوعة للأس سالب سبعة في ثلاثة السالب واحد مرفوعة للأس خمسة في واحد على ثلاثة أس ثلاثة مرفوعة للأس سالب واحد يساوينا. بسطت أول مقدار، تسعة قلت منين جاية والسبعة وعشرين منين جاية، يعني حللتها. هسه ثلاثة السالب اثنين مرفوعة للأس سالب سبعة في ثلاثة السالب واحد مرفوعة للأس خمسة في ثلاثة أس ثلاثة مرفوعة للأس سالب واحد، ثلاثة نزلتها. شو أسوي؟ سالب اثنين في سالب سبعة 14، اثنين في سبعة 14، السالب يروح، يعني السالب بالسالب موجب. ثلاثة السالب 15 أنزلها، مو 15 هنا سالب خمسة، هاي واحد سالب خمسة، اي تمام سالب خمسة في ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، السالب بالسالب موجب، السالب بالسالب موجب. زين هسا شو سوي؟ نقول ويساوي لنا ثلاثة اس 14 ناقص خمسة زائد ثلاثة، ويساوي لنا ثلاثة 14 ناقص خمسة تسعة، تسعة زائد ثلاثة تسعة، عشرة 11 12 الأس 12. هو ايش قايل لنا؟ قايل له سالب 14 مو؟ إذا غلط، هذا الحل الناتج الصحيح، ثلاثة أس 12. أوكي يا روحي هذا الناتج جميل هيك مسوي. هسه حس عددي، خلنا أكتب الفنس عددي، أكتب السؤال. يقول هل إن العدد 16 في 2 السالب 6 على 2 الصفر في 2 يقع بين العددين 3 السالب 2 لو 3 السالب 1؟ وضح إجابتك. خلينا نشوف، خلينا نحلل إحنا، شوف وين يقع ال 16 2 أس 4، 16 جاي منين؟ 2 أس 4. زين هنا عندنا ال 2 أس 4 في اثنين السالب ستة على هذا اثنين الصفر واحد، واحد في اثنين ويساوي لنا اثنين أقول أربعة ناقص ستة على اثنين ويساوي لنا اثنين سالب اثنين ناقص واحد ويساوي اثنين السالب ثلاثة. خلنا شو هو يجي يقول، يقول لي هل يقع بين العددين اللي هي اللي يقع بين العددين اللي هي 3 والسالب 2 و 3 والسالب 1؟ الرجعة نقول 1 على 2 أس 3 ويساوي 1 إلى 8، 2 في 2 4 في 2 8. زين هو شو يقول؟ هل أن العدد يقع بين العددين 3 والسالب 2 لو 2 لو 2 والسالب 3؟ خلينا نقسم الواحد إلى ثمانية حتى نشوف وين يقع. هنا صفر وهنا عشرة، عشرة تقسيم ثمانية فاصلة بها واحد، واحد في ثمانية ثمانية،
10 ناقص 8 2، 20 تقسيم 8 بها 2، 2 في 8 16، هنا 10 وهنا 1، 10 ناقص 6 4، 40 بها 5، 5 في 8 40. إذن طلع لنا 125، يعني نقول 1 إلى 8 يساوي 0 و 125. زين، هسه شو أسوي؟ أقول 3 أس سالب 1، خلنا نجر هنا خط، أقول 3 أس سالب 1 ويساوي لنا 1 إلى 3، خلنا نكمل. هنا راح أكمل، حتى أريدها مقابلي، نعم. نقسم 1 إلى 3، هاي 0 هاي بها 10، تقسيم 3، 3 في 3 9، هاي 1 هاي نوب 3 في 3 9، 9 9، هاي 10 ناقص بها 10 ناقص 9 بها 1، 0 هم 3 كأفل هنا بها 9. إذا إيش طلع عنا؟ أقول 3 سالب 1 يساوي 1 إلى 3 ويساوي تقريبي 0 و 3 و 3 و 3. زين، 3 أس سالب 2 يساوينا 1 إلى 3 تربيع ويساوينا 1 إلى 9، هم نريد نحلل نقسم 9. يلا يا ماما خل نقسم 9، 1 إلى 9 بها 10 هنا 0 وفاصلة 1 في 9 9، 10 ناقص 9 بها 1، أيضا أقول 1 في 9 9، 10 ناقص 9 بها 1 أقول 1، هاي خلص 10. إذن أقول تقريبي 0 1 1 1. زين، إذن وين يقع بين العددين؟ يا هو يقول لك إذن 3 والسالب 1 طلع لنا 0 و 3 و 3 و 3 و 3 والسالب 2، إذن العدد يقع بين العددين اللي هي 3 أس سالب 1 و 3 أس سالب 2، هذان يقع بين العددين. زين، بقت بس فقرة أكتب، خلنا أحلها هنا، خلنا أكتب السؤال، فقرة أكتب 36 أس سالب 5 في سالب 2 أس 8 في سالب 3 للأس مالتها 8. يلا يا روحي، 36 9 في 4 أس سالب 5 في سالب 2 أس 8 همات أنزلها، السالب بالتربيع يروح 8 يعني زوجي، في 3 همات يعني زوجي 8، 9 السالب 5 في أوزع الأس على الأساس سالب 4 في 2 أس 8 في 3 أس 8. هسا نحلل 9، 3 تربيع مرفوعة للأس سالب 5 في نحلل 2 تربيع مرفوعة للأس سالب 5 في 2 أس 8 في 3 أس 8، هاي قلبي، ويساوي لنا 3 سالب 5 في 2 سالب 10 في 2 همات سالب 10، 5 في 2 10 في 2 أس 8 في 3 أس 8. يا الله، هسه الثلاثات سالب 10 زائد 8، والاثنينات في 2 سالب 10 اي زائد 8، اذا يساوي لنا 3 سالب 2 في 2 الأس مالتها سالب 2. خلص الحل، رجعها لأصلها لأن هي أصلها، نقول 1 على 3 الأس 2 في 1 إلى 2 للأس 2، هاي ماما 1 على 3 تربيعها 1 على 9 في 1 على 4 ويساوي لنا 1 على 36.
4 × 9 = 36.